السلام عليكم. ارتفعت حصيلة قتل غرق عطارة جزيرة سياحية في مدينة الموصل إلى 85 شخصا بين نسوة وأطفال ورجال بحسب ما أفادت الشرطة ومصادر طبية. ووفقا لبيان صحيفة بغداد اليوم أن سبب غرق العطارة هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بإحدى الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها، الأمر الذي أدى إلى غرقها. وقال المتحدث باسم الوزارة الداخلية العراقية أن عدد الذين تم إنقاذهم من حادثة العطارة 55 شخصا بينهم 19 طفلا، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للعطارة أقل من العدد الموجود والخلل واضحا من خلال التحقيقات الأولية. من جهته أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس أن حادث غرق عبارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل لن يمر دون حساب عسير. وفي الأخير نشكركم على حسن المتابعة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.